هكلم جانك اقول له على الاخبار. بقول لك لقيت حاجه في محل فين؟ ايوه انا عارف هي ليه بتعمل كل ده. حاجه حصلت لاخوها، حاجه وحشه. مش ممكن. ريك كان شغال مع روكسون، كان رئيس العلماء اللي شغالين على النيو فورم. واو، واضح ان النيو فورم خلاه يتعب. سايمون كريجر كان بيقول لكل الناس انه امان. ده بيكذب. فين واخوها حاولوا يطلعوا النموذج الاولي للمفاعل عشان يمنعوا انه يتطور. ايه اللي حصل؟ مش عارف لسه. فين سجلت كل حاجه على التليفون بتاعها بس ضيعته جوه المختبر. انا رايح اجيبه. اسمع انا هنا، اتصل لو احتجتني. مختبرات ابحاث روكسون هنا كانت بدايه مشروع النيو فورم. موبايل فين موجود هنا؟ تقريبا كده لقيت طريقه ادخل. التهويه بدرع فولت عالي، ايه مصدر الطاقه؟ لازم اعطله باي طريقه. طيب لازم ادخل المبنى. استنزاف الكهرباء بيولع المولد، مش مصدق انه شغال فعلا. ودخلت. إن اقتحم مختبر مليان حراس معاهم أسلحة. أجازة الكريسماس مختلفة السنة دي، المفروض أروح البيت وأريح لي شوية وألعب كتير قوي وأكل طن بسكوت كريسماس مثلا. أنا هنا البدلة الحيطة هتبقى وحشة. الموبايل كان في مستوى أبعد بكتير. كلنا بخير على عملية اختراق النظام الخارجي. لو المجتمع السري فلوس ولو سبايدر مان او تينكر قضوا عليهم. ايه المضحك؟ مستحيل يا مايا، بالنسبة لولد رفيع بتضرب جامد. عمي ايرون انت براولر؟ كان في قضية مع بابا. عارف ومتأكد انك عندك اسئلة كتير، بس لازم نمشي من هنا. انت اقتحمت المكان الغلط. مش همشي الا لما اعرف اللي انا عايزه. اسمع، انا عملت شغل الروكسون من فترة، ما انصحكش تلعب مع الناس دي. لو اتمسكنا هنا يبقى ساعدني. عنيد زي ابوك. تمام، بس على طريقتي انا بقى. عارف مكان ممكن اوصل منه للمحطة الامنية، وهقول لك اللي بيحصل. الغام عن بعد، استخدمها لو كنت محاصر. حاول ما تتمسكش. شايف الفتحة اللي فيها درع ليزر؟
عملت كده ازاي؟ انا اشتغلت على انظمه زيها. يلا ركز، ده الوقت عشان اجرب الالغام عن بعد. ايه اللي بيحصل مع الكاميرات؟ الكهرباء قطعت تاني؟ الكهرباء قطع في هارلم. راينو دمر محطه توليد الطاقه، كان ممكن يتسبب في مشاكل. انت بتدور على ايه بالظبط؟ موبايل. انا تتبعت الاشاره، هي جايه من مكان تحت الارض خالص، ادنى نقطه في المبنى عند خزان المفاعل. يبقى هروح هناك. المفروض في فتحة تهوية ومنها على المعمل وبعدين للمفاعل. زي المفاعل؟ حسب المخططات. انت هو فين النيو فورم؟ بنحاول نحقق اكتر، بس ميسون ما سابش اي ملاحظات. كمل. تمام، انا سمعت ان واحده من اسطوانات النيو فورم عدت من الجسر دلوقتي. لو وصلنا لها تفتكر لو معايا مش هديهولك؟ ايوه يا سيد كريجر، بس انا محتاج اوضح لك، احنا من غير الاسطوانه دي مستحيل نخلص الميعاد. احنا أنا بستخدم كل سلطات القوية علشان ألاقي الأسطوانة، بس دلوقتي بسرعة جداً عايزك ترجع تاني للمختبر بتاعك واعمل شغلك. كريجر عندي تسليم. مش هتقولي بتدور على موبايل مين؟ تليفون تينكرر. ويا ترى إيه سبب المشي ورايا بالشكل ده؟ عشان أحميك، المفروض تحس بالفخر. أنا ما تقاعدتش عشان أخلي بالي منك. مش مصدق إن عمي هو براولر، وأنا مش مصدق إن ابن أخويا بيخاطر بحياته عشان خاطر موبايل. خلينا نكمل. قربت للنسخة الأولية من المفاعل، لازم تخلص عليهم. ما ضربتوش. ممكن يكون في اي حته. هو اكيد مستخبي. مشطوا المنطقه. لسه هنا. لما تشوفوا الهدف اقتلوه. سبايدر مان التاني بيعمل كده. اهدوا كده واعملوا مسح للمنطقة. حد يلاقيه. من المنطقة تقريبا في حركة. دوروا كويس واضربوا بالنار. انذار كاذب، الدورية مستمرة. شغل هايل. شكرا.
الخزان الاسطواني على الناحية التانية من الدرع ده. استخدم وحدة التحكم. لحظة واحدة، في مختبرات أكتر حوالين المدينة؟ مفاعل نيو فورم في كل واحد. النيو فورم خلى ريك يمرض، أنا محتاج أقفلها. ركز، هات الموبايل واخرج من هناك. المفاعل تحت، مصدر طاقة المنشأة. الموبايل في الأعماق، لازم ألاقي طريقة عشان أعدي من المروحة، والرجالة دول برضو. افتكر اللي أنا قلته، اوعى تتمسك. أنا بتصل عشان أتأكد إنك ما اتصبتش أو يعني مت. شكرا. الحقيقة أنا معايا عمي هنا بيساعدني. العامل اللي شغال في المترو؟ آه، هو نفسه طلع البراولر. قصة طويلة. ثانية، البراولر؟ الحرامي أبو لبس بنفسجي؟ حرامي سابقا. إحنا مش شركة، دي بس فرصة مش أكتر. عمك هو البراولر؟ دي خبطة كبيرة يا صاحبي، قصدي كبيرة جدا. عارف، لازم اقفل يا جانكي، هحكي لك بعدين. ايه، محتاجين تفشيل تاني. الكاميرات وأجهزة الإنذار عشان أبعدهم. دمر الأسلاك فوق المروحة وهتقف. شكرا. عناصر تحكم المروحة. هوبا، لازم أخليها في مكانها بأي طريقة. أيوة، ودلوقتي الأسلاك. لازم أشحن البطارية. أرجوك ما تنفجرش. حلو، تمام. كاميرا، فيديو، هو ده.
طيب رمي المفعل بيحتاج شخصين، ابدأ انت الاول بالتعطيل. تمام كده، اول خطوة هي هنمسح اي اثر لنيو فورم. ندمان مثلا انك بتدمر حاجة عملتها؟ انت شفتيني في الفترة الاخيرة، يلا نخلي العالم مكان امن. مستعد؟ مستعد. هبدأ التعطيل خلال 3 2. فين؟ مكانش أنا. بتدمر محركات المصنع يا ريك. ده بجد ما حدش هيهتم بشوية من أشخاص عيانين شمال المدينة أو مهندس ميت. أنت التمن عشان الشغل يمشي. لا 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 لا، أقدر أوقفه. أقدر أوقفه. ريك ريك، لا لا، فين؟ ما تبصيش. في حد تاني هنا؟ يلا نعرف. ريك كان بيحاول ينقذ الناس وكريجر قتله، لازم اخلص اللي بدأوه. عمي ايرون، تقدر تفتح دروع المفاعل من مكانك؟ ليه؟ انت معاك الموبايل دلوقتي، يلا نمشي. المفاعل ده قتل صاحبي، لازم يتقفل للأبد. محتاج مساعدتك يا عمي، أرجوك. عمي ايرون؟ تمام، ارجع ورا. شكرا يا عمي. واو، زي المولد اللي برا بس اكبر. بتعمل ايه مايلز؟ كفايه مايلز، انت كويس؟ لازم تخرج بسرعه. قادر تتحرك؟ ايوه، اخر الممر دلوقتي. أنا مش تمام دلوقتي، كأنه بيدمرني. الموبايل مش قادر. الطاقة. مايلز رد عليا، أنت كويس؟ حاسس إني وقعت من طيارة، بس على الأقل عطلت المفاعل. قربت تخرج. كنت محتاج الموبايل ده فعلا. ايه العمل دلوقتي؟ يلا يا ابني، روكسون هتوصلك قبل ما اوصلك انا. اثبت مكانك، احنا هناخدك للحبس. عايزين يقبضوا عليك. عاوزين ايه؟ يحللوك او يستجوبوك، مش عارف. وما تفرقش، ما تسمعلهمش. ده في الهوا. اخلص عليك يا سبايدر. يا خبر. اشتبكم مايلز، انا اتطردت من الشبكة، اديني دقيقة هخرجك. تمام، كفاية. يلا بينا قبل ما يظهر غيرها. واو، تقنية الاختفاء دي جامدة جدا. ازاي شغالة؟ روح شمال وانا يمين. الوضع سيء يا معلم، سيء. ما تقلقش، نقدر نتغلب على الرجالة. مش
ده اللي قلقني. انا قلقان على بعد ما نخرج. احنا مطلوبين لكريجر دلوقتي. انت ليه بيستخدم تمويه؟ استسلم حالا. المفروض تاخدها انت. لازم تستخبى، ما تثقش في اي حد وما تشيلش القناع. استنى لما روكسون تلاقي هدف احسن. ما اقدرش استخبى، لازم الاقي فين صديقتك. هي تينكرر، عشان كده الموضوع مهم بالنسبة لك. مش بس عشان كده، انا مهمتي حماية نيويورك. استغل فين كلها تضمك للمجتمع السري. لسه عيلي ما شيلش القناع. بتقولهاش انك سبايدر مان، روح لها بصفتك صديق. لا، هي اذكى من كده. صدقني هتتفاجئ، الناس بيتصرفوا بغباء لما بيهتموا بحد، زي ما انت بتتصرف بغباء دلوقتي. لو صرحتها. انا قلت لابوك الحقيقه، افتكرته هيدعمني. اتمنيت انه يتصرف كأخ، بس هو قطعني. انا لو كنت سكت كان ممكن يبقى لسه عندي عيلة. انت عارف اللي هيتعمل. تمام.